صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر دايما جميله. صباح الخير يا نهله. صباح النور يا هند، وان شاء الله يكون صباح سعيد على مصر كلها. امبارح الحقيقه كان في حدث مهم جدا بيصب اكيد في صالح مصر والمصريين، هو بياتي ضمن المشروعات الكتير اللي بيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره الماضيه. هو افتتح عبر تقنيه الفيديو كونفرنس مجموعه من المشروعات المهمه جدا، سواء بعضها خاص بتحليه المياه ومعالجه الصرف الصحي، والبعض الاخر خاص بالعشوائيات اللي ركز على انها تنتهي باذن الله في عهده علشان المواطن يحيا حياه كريمه بعيدا عن المناطق الداهمه الخطوره. امبارح كان في افتتاح لمرحله اولى ومرحله ثانيه من مشروع المحروسه، وده مشروع بيضم عدد كبير من الوحدات السكنيه الجاهزه، بعضها حتى يعني مش بس عمارات عاديه ولكن عمارات مزوده باسانسيرات علشان كبار السن وعشان المراه المعيله وغيرها من النوعيات اللي كانوا بيتعرضوا ل يعني اهانات في الشارع او إهانات في المناطق اللي موجودة فيها يعيشوا بسلام وأمان، وكانت موفرة من كل شيء حتى الأجهزة الكهربائية. الحقيقة إنه الفكرة دي إحنا دايماً لما بنتكلم على المشاريع القومية بنسرد مع حضراتكم المشاريع القومية وكيفية افتتاحها والتكلفة اللي اتكلفتها والمدة الزمنية اللي تم إنشاء المشاريع القومية فيها، ولكن هنتكلم النهاردة تحديداً على جزئية العشوائيات. وأنا عايزة أتكلم عن النقطة دي لأنها نقلت حياة نوعية مجموعة كبيرة جدا من السادة المواطنين، عانوا لفترات زمنية طويلة جدا من حرمانهم من الخدمات الأساسية اللي تخليهم يحسوا ان هم بني أدمين فاعلين في المجتمع المصري. لما كنا بنتكلم على مشكلة العشوائيات فكنا بنتكلم على عدد من المشكلات الموجودة داخل العشوائيات. واحد، بتهدد حياة المواطن المصري في بعض الأماكن. اثنين، مشاكل اجتماعية كبيرة جدا زي التطرف والإرهاب، تعاطي المخدرات، عدم وجود فرص عمل لهؤلاء المواطنين، تجدس في العشوائيات اللي كانت موجودة، عدم إحساس المواطن بأدميته. في بعض الأحيان كنا بنشوف صور لأماكن يا نهرة ما كانش فيها حتى يعني حمام صحيح. الأسرة تقدر أن هي تستفيد مشترك مع حمام مشترك ما بين مجموعة من الأسر. فإن احنا ننقل حياة نوعية وننقل المواطن من فقر مضجع وعشوائية في الأماكن اللي هو موجود فيها، فضلا طبعا عن المشاكل الصحية اللي تعرض ليها المواطن خلال تواجده في هذه الأماكن العشوائية. عدد كبير جدا من السادة المواطنين بيعانوا من فيروس سي، والحمد لله الدولة ماشية بجهود كبيرة جدا للقضاء على مشكلة الفيروس سي. قوائم الانتظار تم الانتهاء منها، ودلوقتي بقى في المسح الشامل لكل المواطنين، وطبعا مشروع 100 مليون صحة، وده مشروع مهم جدا لينا كلنا كمواطنين مصريين لأنه بنطمن على صحتنا، واللي بيعانوا كمان بيتم معالجتهم. إن احنا ننقل هؤلاء المواطنين من بيئة غير صالحة وغير أدمية لبيئة فيها خدمات مخططة بشكل دقيق وفي نفس الوقت مجهزة على كافة المستويات، وفي نفس الوقت كمان خدمات بتوصل لهم فضلا عن مشاريع بتقام ليهم عشان يقدروا ان هم كمان يكسبوا رزقهم، دي نقلة نوعية لفئة كبيرة جدا من السادة المواطنين. البعض ممكن بيقول يا نهلة او بيتساءل ايه أهمية ده دلوقتي؟ أهمية ده دلوقتي ان في ناس عانت على مدار سنين طويلة جدا نتج عنها مشاكل اجتماعية منها الإرهاب وهو تعاطي المخدرات. يعني طبعا يعني احنا بنعاني من العشوائية في كل شيء، في الفن، العشوائية في اتخاذ القرارات، مجموعة من يعني العشوائية في كل شيء. ده مردها للعشوائيات اللي احنا سيبنا مصر تعاني منها على مدار فترة طويلة جدا. كمان هند اتكلمت عن موضوع فيروس سي، وده موضوع مهم جدا لانه تم الكشف من خلال المرحلة الأولى ل 100 مليون صحة على 17 مليون مواطن، والحقيقه ان النتيجه كانت صادمه لانه اكتشفنا ان 11 مليون مواطن من ال 17 مليون بيعانوا من امراض غير ساريه سواء الضغط او الصحه، وان حوالي 700 ألف ضغط وسكر وسمنه بالظبط كده،
بالاضافه الى 700,000 مواطن بيعانوا من فيروس سي، ده معناه انه لسه الفيروس موجود ولازم نقاومه، لانه طبعا كان منتشر في كل البيوت المصريه، لا يكاد بيت مصري يخلو من مريض من فيروس سي. الرئيس امبارح نبه لاهميه السمنه واهميه وخطوره هذا الموضوع، وانه اصبح فعلا شيء يعني ممكن يضايقنا كمصريين، حتى انه اليونيسيف اتكلمت عنه ومنظمات الصحه العالميه، وقالت ان مصر عندها مشاكل في السمنه والتقزم، وان احنا لازم نخلي بالنا من التغذيه، لان عندنا سوء تغذيه، اما العادات الغذائيه سيئه، او اما لان احنا مش قادرين نوفر الاحتياجات الاساسيه في الغذاء، فلا مهتمين بيه جدا وحريصين عليه. وعلشان كده كمان، وعلشان الانسان المصري يبقى بنيته سليمه ويقدر يعني يقوم بالمشروعات دي، الرئيس قرر انه التربيه الرياضيه تكون ماده اساسيه في المدارس، ويوجه وزير التعليم لكده، واللي تلقى في هذا القرار وان شاء الله هينفذ، وده هيبقى فارق جدا في حياه المصريين في الفتره اللي جايه. طبعا العقل السليم في الجسم السليم، ده مثل كنا دايما بنسمع عليه، وفعلا لما لقينا انه في عدد من الامراض بقت متفشيه في المجتمع المصري، بقى عندنا عدم قدره على الانتاج. طبعا بنتمنى للجميع الصحة والسلامة بإذن الله تعالى. مجهودات الدولة واضحة في مجال الصحة، لكن احنا كمان لازم نقوم بدورنا، ناخد بالنا أكتر من ولادنا ومن تغذية ولادنا، وطبعا المسح ده هيشمل كمان في المرحلة القادمة اللي أقل من 18 سنة. هنطلع مع حضراتكم دلوقتي نشوف تقرير عن افتتاح محطة تحلية المياه في الجبل الأصفر، واللي تم افتتاحها بالأمس من خلال تواجد السيد الرئيس وعدد من السادة المسؤولين، ونرجع مرة تانية نواصل اللقاء ومصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي أرحب بحضراتكم النهاردة في مدينة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، لأن هذا المشروع الضخم الحقيقة ما ينفعش إن احنا نقول عليه مشروع، لأن هي فعلا مدينة متكاملة بحد ذاتها. النهاردة بيعتبر هذا المشروع مع التوسعات الجديدة اللي سيادة الرئيس بيشرفنا بافتتاحها واحد من أكبر 3 مشروعات على مستوى العالم كله إن شاء الله. افتتح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر التابعة لمحافظة القليوبية، والتي تخدم قطاعا كبيرا جدا من المدن، وتحول مياه الصرف الصحي بها لمياه تستخدم في ري مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. بنيت المحطة على مساحة تقدر ب 78 فدانا في الجبل الأصفر بالقنكة، وتعالج المحطة يوميا 2.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، حيث تستخدم المياه المعالجة من المحطة في ري ما لا يقل عن 150 ألف فدان، كما تنتج المحطة غاز الميثان لتوليد الطاقة الكهربائية لتوفير 60% من احتياجاتها من الكهرباء. تمتلك المحطة مزرعة تجريبية على مساحة تقدر ب300 فدان يتم ريها من المياه المعالجة، حيث تضم المزرعة أشجار الليمون والزيتون والموالح أيضا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة إن احنا النهاردة عندنا ضيوف هيتكلموا عن هذه المشروعات والإنجازات اللي بتتم على أرض مصر من سنوات. النهاردة هنتكلم عن كل هذه النوعات من المشروعات، سواء المتعلقة بالإسكان أو الصحة أو التعليم أو غيرها من المجالات، وهيكون ضيفنا للحديث عن هذا الموضوع دكتور محمد السيد أستاذ القانون الإداري، واللي هيكلمنا عن كل هذه الموضوعات. كمان هيكون معانا واحد من نجوم السينما المصرية، وهو طفل من أطفالها، عرفناه طفل في مجموعة جميلة جدا من الأفلام، سواء سر طاقية الإخفاء
أو شارع الحب أو غيرها من الأفلام الجميلة. أكيد بتتذكروا كلكم يعني أخو عبد المنعم مدبولي في فيلم سر طاقية الإخفاء، وإزاي كان متألق جدا وكان سبب في تغيير مسار الفيلم الفنان أحمد فرحات اللي بعد كده عمل في رئاسة الجمهورية كمهندس اتصالات، ترك الفن لفترة وعاد إليه بعد خروجه على المعاش. هنستضيفه النهاردة أحمد فرحات في لقاء مميز إن شاء الله. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم وأول فقراتنا ومصر دايما جميل.